نعم ماريا، الاستهدافات الإسرائيلية في هذا اليوم جاءت على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وأدت إلى سقوط على الأقل 40 ضحية والعشرات من الجرحى والمصابين، غالبيتهم هنا في المناطق الشمالية من قطاع غزة. في مدينة غزة ماريا سقط نحو 19 فلسطينيا ضحايا في عدة ضربات نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، كان أبرزها استهداف مدرسة أبي عاصي التي تؤوي الحين وتتبع للأنظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في المناطق هنا في مدينة غزة وتحديدا في مخيم الشاطئ إلى الغرب من المدينة. هذا الاستهداف أدى إلى سقوط 10 ضحايا ونحو 20 جرحى والمصابين. سبق ذلك استهداف صالون حلاقة في منطقة الشعبية وسط مدينة غزة، هذا الاستهداف أدى إلى سقوط 6 ضحايا ونحو 10 أيضا من المصابين والذين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى المعمداني هنا في المدينة. أيضا استهداف لأحد منازل المواطنين في حي الشجاعية أدى ذلك إلى سقوط من الضحايا و7 من المصابين، غالبيتهم من الأطفال ومن النساء. يمكن أن توصف لنا خضر؟ نعم، كنت أسأل عن الشمال خضر، وسط الحديث عن الخطة الإسرائيلية وبأن الأمر أصبح متاحا أكثر مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتنفيذها، كيف تتجسد ملامح هذه الخطة في شمال القطاع تحديدا؟ نعم، في أقصى شمال قطاع غزة وتحديدا محافظة شمال غزة، هذه المحافظة التي تتعرض لعملية عسكرية إسرائيلية منذ أكثر من 42 يوما، حيث أنه بات المواطنون يعيشون حالة المجاعة الإنسانية بسبب منع الجيش الإسرائيلي دخول المساعدات الإغاثية، إضافة أيضا إلى أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي دفعت المواطنين إلى عملية تهجير قصري من تلك المنطقة أحياء مختلفة من مدينة غزة. هذه المناطق الشمالية أو أقصى شمال قطاع غزة تتعرض لضربات من قبل الطيران الحرب الإسرائيلي وأيضا من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي، ولكن هناك أيضا عشرات آلاف الفلسطينيين لا زالوا يتواجدون يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، خاصة حالة المجاعة التي تستشرف بسبب منع الجيش الإسرائيلي وصول أي من المواد الإغاثية والغذائية لتلك المنطقة منذ أكثر من 42 يوما. أيضا في الوضع الميداني ماريا، في وسط القطاع على الأقل 10 من الضحايا سقطوا فعل أيضا استهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي، طالت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وأيضا مخيم المغازي وسط القطاع. أما في المناطق الجنوبية من القطاع وتحديدا مدينتي خان يونس ورفح أيضا سقط فيهما أكثر من 10 ضحايا. نعم ماريا، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة مراسل الحدث خضر الزعنون.